قضى 10 سكان العاصمة يوم أمس ليلة سوداء بسبب زخة أمطار الخريف المتساقطة والتي أغرقت الشوارع الرئيسية فيها لتبدأ بذلك معاناة المواطنين. التفاصيل مع جرب علي وتوفيق الأمير ضيف الله. ليلة سوداء عاشها سكان العاصمة بالأمس، حوادث مرور، سيارات غارقة، طرقات مغلقة، وأسقف بيوت منهارة غمرتها المياه. مسلسل المعاناة يعود مع بداية تساقط أمطار الخريف. 15 دقيقة كانت كافية لتغرق الشوارع الرئيسية فيها. سي مالوغو باسكو علاش اي سي في دو 20 مينوت اون دميور سي لا كاتا مي سي غراف. بلاد كيما هذه القوة كاع اللي عندنا وتزيد بوغ حاجة صغيرة وني لا سي غراف سي غراف. حركة مرور مشلولة وأنفاق مغلقة بالكامل في عدة نقاط على غرار بلديات حسين داي، القبة، بالوزداد وسيدي محمد. لأنها كمية المياه كبيرة في فترة وجيزة تفوق قدرة استيعاب البالوعات هذه. يعني كما راكم تشوفوا ممكن نشوفوا الأشياء هذه تكون إعادة النظر للبنية التحتية للبالوعات هذه كامل، ممكن إعادة النظر، ممكن نزيدوا في الديامتر تاع اللي تويو. إذا لازم دراسة متخصصة، لأن ما نبقاوش نستناو حتى تصرى الحاجة باش نهضروا على هذه، لازم تكون دراسة متخصصة معمقة. تاخذين الإجراءات وصبح كامل هاد لي بوانوار كامل نقاوهم والآخر، لكن الماء كيجي بكثرة ما يحبسوا حتى واحد. مام لي لوغار والاخر ما يقدروش الماء كيجي يحمل ويجيب بزاف امور معاه ما يديت بوشاو، لكن الحمد لله في السيدي محمد لي سول دو بوا وكم تشوفوا الحمد لله. زخات امطار الخريف كشفت سياسة البريكولاج لكثير من المسؤولين المحليين لتبدأ معها معاناة المواطنين، فهل ينتظرون وقوع كارثة اكبر للتدخل؟